سي حسن بن جلول، مرحبا بك معنا في برنامج بلا زواق. بارك الله فيك. خاصني خصك تجاوبني بلا زواق، ممكن؟ واش غنحاول غنحاول. يا بسم الله. سي حسن فين كان طفل ما عرف الام ديالو حتى دار 5 سنين، ما كانش كيعيط ليها ماما، كان كيعيط ليها بالحاجه، بحكم انه تزاد في واحد الدار حيت الاب ديالو الله يرحمه تزوج 3 العيالات. كاين هادشي، احكي لينا. ولكن ما كنتش نعيط لها الحاجه، كنت نعيط لها بسميتها زهره. كيفاش طرا؟ لان الوالد كان واخد وحده بيضاء وحده كحله وحده خمريه. وي ايوا، وكنا تلعبوا في الزنقه، وواحد من الدراري سب مي الكحيحله. قلت لي ما تسبش. شنو كان قال لها؟ ما عرفت شنو قال لها، شي كلمه خايبه راسيست عنصريه. عنصريه. قلت له لا ما تسبش امي هذه. قال لي هذه كان ماشي امك، سير قلب على امك. سي لا، ودخلت انا تنصور، دخلت لهم للدار وكانوا كلهم مجموعين. قلت لهم شكون هي امي؟ الاب ديالك كان هاجر من فاس، هاجر للسطات. في الابتدائي كانوا تلاميذ من عائلات كبار، وكانوا تلاميذ من الخيريه كامل. تمام، كانت الاكثريه النص ديال القسم كلهم من الخيريه، باقي نعقل انا هما كانوا تياكلوا في تياخذوا تيبقاو ياكلوا في المدرسه. وكنا حنا تنتسناوهم باش تيخرجوا من تياخذوا داك الماكله ديالهم تنشريوها من عندهم. اوكي. فهمتي؟ هو تياكل وتيشيطلو تيخلي النص ديالو باش كان تيبيع علينا حنا، لان كان تيعجبنا داك الخبز في قلبه، الطون في قلبه، السرديل في قلبه اللي ما تتاكلش في داركم. الوالد كان تيشري لي شي حاجه ما تيخلينيش نمشي نلبسها. أوكي. باش ما نمشيش لابس مزيان حدا الدراري. كان واحد 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 لا بغينا نقول، كان خصك دير اجتهاد باش ما تضيقش على الاخر، ماشي تجتهد باش تعيق على الاخر. فاش درتي فيلم عطيتي اوماج للاذاعه؟ اول فيلم تلفزيوني عطيتو درتو اوماج للاذاعه هو للازواج فقط، لان حنا عشنا بالاذاعه. كنا تنتبعوا المسلسلات في الاذاعه، كنا تنسمعوا الاذاعه بزاف. احنا وليدات الاذاعه. حس ديال الكتابه كان جا في الثانوي، يمكن كنتي كتبيع الانشاء والمواضيع للتلاميذ. عندك الحق، منين جيتي هادي؟ لا هادي صعيبه هادي، منين جيتي هادي؟ مرحبا بك في الازواق. لان قليل اللي عارف هادي، لان تنوجد ثلاثه اربعه المواضيع، ولكن كنت اكثريه تنبيع الافكار. كدير اساليب بزاف. صديق تنعطي تنقول له فوالا هالموضوع انت غات هاش كاين واش كاين واش كاين، الله وحرر تيمشي هو يلفي لا ريداكسيون. اوكي تخي بيان. تنعطي لا سمو وكنت تنشد فيهم فلوس. شحال تقريبا؟ شحال تقريبا؟ وفي ذاك الوقت يمكن كان 100 ريال 20 40 50 ريال. تخي بيان. وتتوكلك تدير لك ساندويتش، كنا باقي نعقل، ولا تلعبك البيار، ولا تدخلك للسينما، ولا لكن ولكن ماشي دائما. هذه ما عرفت منين شتي هذه القضيه، لان ما معروفاش هذه، هذه ما عمري ما تنقولها، لان تنحشم نقولها.